طبعا النهارده في قطاع ملحوظ في احجام الحركه مقارنه طبعا بالايام اللي فاتت. اهم الاختبارات دلوقتي ان خلال تقريبا الساعه 8 الا ربع تلقينا اخبار بوجود شبوره كثيفه على طريق وادي النطرون للعالمين. طبعا اضطرت لاغلاق الطريق في القطاع من الكيلو 45 لكيلو 65 في الاتجاهين. سلوات ما طلعش ارواد بمساعد وزير مديريه العامه موجه بتعزيز الخدمات في اماكن الاحكامات لحين يدور الحاله ان شاء الله في شارع الشبوره من نشر الجميع الحذر اثناء القياده خاصه في وادي النطرون للعالمين. قادم من مطروح واتجاه القاهره ممكن تغيير خط سيره واستخدام محور الضبعه الجديد او استخدام اتجاه الطريق حل اتجاه اسكندريه من اسكندريه يستخدم الصحراوي اتجاه القاهره لحين يدور الحاله وفتح طريق وادي النطرون للعالمين مره اخرى. بالنسبه لباقي المناطق اللي فيها احجام حركه مرتفعه يمكن اهمها محور 26 يوليو القادم من اكتوبر اتجاه ميدان لبنان. الاتجاه الاخر الحمد لله يعمل بشكل جيد جدا. ممكن استخدام البدائل وهي محور رد الفرج الجديد قادم من اكتوبر والصحراوي واتجاه الدائري او ايضا محور الواحات ومنه الى القصر الغربي الى الدائري. ومن الدائري ممكن استخدام مناطق محور احمد عرابي للجيزه. بالنسبه لطريق الدائري كان في حادث في الفتره الصباحيه في منطقه اعلى الهرب من خلال سياره نقل محمله بالغلال او بالذره والحمد لله تم تجنبها ورفعها ورفع الحبوله ثم مزرعه عامه بقول ايام في نفس المكان بتفيد ان هدوء الحاله وانتهاء التكتلات الناتجه عن الحادث. المناطق الاحجام المعتاده في الفتره الصباحيه في منطقه اعلى النيل والقادم من الجيزه اتجاه منازل الاستيراد، الاتجاه الاخر القادم من القطبيه مرورا باعلى الاستيراد ومنازل الجيزه سواء البحر الاعظم والهرم والرمايه يعمل بشكل جيد الحمد لله. عندنا ايضا في منطقه اعلى الدائري القادم من الزراعي واتجاه مناطق موقف العاشر ومنطقه الكلام ما زالت احجام حركه مرتفعه خاصه طبعا بحالات البريه المرتفعه القادمه في الاقاليم اتجاه موقف العاشر. الاتجاه الاخر باتجاه الطريق الزراعي القديم والجديد يعمل بشكل جيد جدا. محور شبرا بنها ومحور الزراعي القديم يعملوا بشكل جيد الان الحمد لله انتهينا من الاحكام اللي كانت موجوده عليهم. عندناش اي اختراط باي حوادث اخرى تؤثر على الحركه المروريه وفقط في مدخل القاهره من طريق السويس في كان في كسر ماسوره مياه في الايام الماضيه امام المطار وكانت دلوقتي الانتهاء من الكسر والاصلاح ولكن المكان ما زال ما لم يعد رصفه مره اخرى ولم يعد او يعني في بعض تهدئه بسيطه بسببها احكام حركه للقادم من السويس واتجاه مناطق الثوره وبيتم متابعتها الحين مع المحافظه ان شاء الله لاعاده رصفها للانتهاء من المعاقل الموجود. الاتجاه الاخر اتجاه القادم من الثوره واتجاه السويس يعمل بشكل جيد ما عندناش في اي مشكله وان شاء الله بنتابع مع حضراتكم الفتره الجايه في هدوء الحاله وان شاء الله ايضا فتح طريق وادي النطرون للعالمين في الفتره القادمه باذن الله.